جديد في فير بلاي، نحكيو على نجم المتلاوي انسحاب قيس العقوبي من مهام التحاقه بالنادي الافريقي اليوم، كذلك تعيين مدرب جديد في الفريق. بظهر لي بسرعه الامور تمت، وناخذ اكثر تفاصيل من عند مراسلنا في الجهه حافظ طرابلسي. حافظ اهلا بيك. مرحبا بك سام، تحيه ليك وتحيه لكل مستمعي اكسبريس اف ام. بالفعل ال 24 ساعه الاخيره يعني فيها خلينا نقول انه لي تري موفمونتي بالنسبه للنجم الدولي. ثم قرار انسحاب المدرب قيس اليعقوبي بعد تعرضه الى العنف اثر نهايه المباراه، وطبعا هذا حسب ما جاء على لسان المدرب المنسحب قيس اليعقوبي. يعني الامانه الاعلاميه اسلام انه ما كناش حاضرين اثر نهايه المباراه بالضبط، قد ما نعرفوش بالضبط شو وقع، لكن في تصريحه قالوا انه تعرض الى العنف المادي من طرف احد المحيطين بالفريق، وهذا اللي خلاه طبعا يخير الانسحاب. طبعا هذا بقطع النظر على الديستيناسيون بتاعه الجديده. في الحقيقه الوضعيه هذه نتاع الانسحاب بتاعه قد تكون كذلك نظرا للظروف الصعبه اللي موجود فيها فريق النجم الرياضي بالمتلوي. خلينا نقول اسلام انه تقريبا المدرب قيس اليعقوب يعمل ان سو دون لانكوني، قفزه في المجهول، وقت اللي خذا فريق النجم الرياضي بالمتلوي باعتباره انه خذا الفريق 11 يوم قبل انطلاق بطوله الرابطه المحترفه الاولى، ثم انه ثم تقريبا 5 جوار دي كادر دي كلوب ايزون كيتي في الانتر سيزون اللي فاتت. البارح فقط نعطيك ان انديس، وانه على بنك الاحتياط ان يافي كو 3 جوار ان غارديان اي 2 جوار دو شان، والغارديان هذاك دخل في الدقيقه الرابعه ياسين الديناري حافظ بعد ما تعرض. في ظل الظروف هذه الصعيبه اللي كنت تحكي عليها، يقال في متلاوي واكيد انت اقرب مني وسمعت انه قيس اليعقوبي هو هرب من متلاوي من اجل الالتحاق بالنادي الافريقي، واللي صار الكل ما فماش الكلام اللي صار نتاع اعتداء والحاجات كيما هكا. هذا ما يقال اليوم في متلاوي، شنو صحيح من غلط؟ بالفعل طبعا انت قلتها تقريبا لو تيرم تاع ما يقال. ما يقال هذايا ان بو با تيتر فريمون معناتها بريز اون كونسيديراسيون كوم ايتون اون سورس دانفورماسيون كي كريديبل. قلت لك انه بعد المباراه في تصريح للقناه الوطنيه الاولى والى مختلف وسائل الاعلام قال وانه هو تعرض الى العنف وهذا يخليه طبعا يقرر الانسحاب. قلت له اسكو سي اون ديسيزيون اشو، قال لي لا ماهيش اشو، هذا هو قرار طبعا ايريفيرسيبل. ما يقال وانه هو كان يحضر لتحول وتنقل الى النادي الافريقي، طبعا هذا ما يقال وهذا ما يدور حاليا في المحيط الفريق وفي صفوف الاحباء الاسلام. شنو موقف هيئه المتلاوي حافظ؟ شنو موقف الهيئه نتاع المتلاوي من اللي صار؟ والله هيئه المديره تعرف كان هناك استياء كبير ياسر. دايور خليني نقول لك وانه اينور ابري لا فان دو ماتش انا اتصل بيا رئيس الفريق وقال لي صرح لك قيس اليعقوبي لانه بالفعل خاطر اون لوي رابورتي قيس اليعقوبي الى ديسيدي دو بارتيغ. قلت بالفعل هو الى ديكلاري، ما قلتش الى ديسيدي، باسكو في وضعيه كيما هذه تعرف انت معناتها بور نو با بروندر ينجم يبطل معناتها كوتي وديتريمون بطل يا اسلام، يلزم الواحد يعرف اللي يختار الكلمات. قلت انه صرح وقال وانه هو تعرض الى العنف المادي والامور اصبحت لا تطاق، طاح القدر باللغه هذه، وبالتالي قرر مغادره فريق النجم الرياضي بالمتلوي. هذه هي تقريبا الصوره الاذاعيه. معناها ما اعلمش الهيئه، معناها جوست عمل ديكلاراسيون وكهو. افكتيفمون لانه احنا خذيناه تقريبا 10 مينوت ابخي لو كو سيفلي فينال، كان هذا هو التصريح. تعرف انت القناه الوطنيه عندها لي سي جي في ديما هي تبدا الاولى في التصريح، هذا هو ما قال. طبعا بعد كاخر صرح بنفس التصريح الى مختلف الاذاعات، لكن كانت البدايه مع القناه الوطنيه الاولى وقال وانه هو الى ديش دي دو بارتير لانه تعرض الى العنف. هل انه طبعا دونك اون ايتي با لا اون ايتي با ان تيمو اوكيلير دونك اون با بروند لا ريسبونسابيليتي نقولوا انه بالفعل تعرض للعنف ام لا، لكن هذه الوضعيه. وقلت لك وانه فاجأ الهيئه المديره بهذا القرار، وبالتالي تقريبا في الليل طبعا افيكين في توقيت قياس في توقيت قياس يعني البديل كان جاهز. افكتيمون البديل كان كانهم في بالهم معناها بالخروج تاع قيس اليعقوبي هيئه المتلاوي. كيفاه قلت لك هيئه المتلاوي كانهم في بالهم من قبل البديل كان جاهز، في ساعه تمت الامور معناها.
والله شوف هذه قالك سي اون بوس ان بو لا ريفليكسيون اون افون خلينا نقولوا انه تقريبا هي دو سيمين اليا دي استوار كي سيركيل في محيط الفريق وانه قيس اليعقوبي الي بارتون بور لو كلوب افريكان قلت في محيط الفريق ثم دي استوار دو سي جور لا هل انه الهيئه المديره كانت حاضره ومحضر البديل ام لا ما نعرفوش هم انه البارح في وقت قياسي الهيئه المديره توصل الاتفاق مع عفوان الغربي اللي مش التحق اليوم العشيه بمقر إقامة الفريق في المناسيل باش يحضر معاه مباراة الجولة 12 بعد غدوة قدام الاتحاد الرياضي المناسيلي تقريبا هذه الوضعية إذا كنت تسمح شوية الجانب المادي وأنه الميركاتو والانتدابات خلينا نقولوا أنه نجم المتلوي سي تان كلوب كي جيري أكريدي آخر مبلغ وصل للفريق من شركة فوسفات قفصة كان في جانفي 2020 اليوم توا احنا اول نهار في فيفري الفريق ما تحصل على حتى مليون لي جوار عندهم دي زاغيغي لي جوار كي اون تيتي ريكوليتي في بداية هذا الموسم كذلك معناتها ايسون اكريدي والفريق معناتها في وضعيه صعبه وصعبه جدا الميركاتو ما نجموش تحصل على الميركاتو على ليمير دو سيت سيتياسيون فريمون معناتها تري تري زامبلاكابل على الاخر خلينا نقولوا وانه ثم جوج ملاعبيه فقط من ليسبواغ نتاع ليسبيرونس والكلوب سفاكسيا اللي هما البارح موجودين في ليغرادا طبعا موجودين جاو بروبابلومون سي بور بروبوزي لوغ سيرفيس ما نتصورش لانه الفريق حاليا ابغي لو ديبار دو سيس كادر في الانتر سيزون ولي جوار اللي موجودين توا وخاصة وانه خلينا نقولوا سي ماتنو كومونس ا سو سونتير لي زيفي خلينا نقولوا انديزيرابل واللي زي في نيجاتيف نتاع لو ديماراج مخر في البريباراسيون تعرف 11 يوم قبل انطلاق البطوله ثم توت ان سيكل دو بريباراسيون فيزيك اللي يلزم يوقع تو بدات باغ اكزومبل البارح كي نشوفوا انه ثم كادر دي كلوب اللي هما مش حاضرين اكوز دي بلوسيور دونك تو مش تبدا الوضعيه او مش تبدا الفتره الصعيبه نتاع فريق النجم غير المتلوي صحيح وانه افي 14 بوان سي لو ميور ديماراج دوبوي لاكسيسيون اون ليغ اون لكن توا صحيح مش يبدا لانه تويكا الفريق كي نقول لك انه البارح يتوجد بثلاثه ملاعبيه فقط من ماكاردان دو بيت اللي دخل في الكاتم مينوت الور كو دون لو كون دون فاس مستقبل ديال البرجيش اللي عمل ماتش بلاغ شوف تقريبا الى في 9 جوار سيغ لو بون دي رومبلاسون هو حاجه تبهت حافظ واللي بهت اكثر معناها حسب ما قلت لي انت الهيئه ما عندهاش نيه في القيام بانتدابات معناها شوف ما عندهاش نيه بروبابلومون وانه سا سيكسبليك باغ لو مونك معناتها دارجون انا قلت لك وانه اخر سيبونسيون سي بي جي سيتي اون جوان 2020 في الوقت الحاضر صعيب ياسر وانه لا سي بي جي تنجم هي الدي بلوك ديفون بور لو كلوب وانا باش نعطيك خبر وانه اليوم وضعيه صعبه تعيش فيها السي بي جي مونك دو ليكيديتي ثم غوتار دون لو فيرمون دي سالير دي زاجون دو لا سي بي جي دونك ما نتصورش انه يا كيلكان كي اوز فريمون تابي على سي بي جي يا حافظ يا حافظ بالله شويه بالعربيه حتى في التعليقات على صفحتنا في الفيسبوك يقولوا لك احكي بالعربي يا حافظ قلت لك انه من الصعب جدا وانه اليوم واحد ينجم يطلب من السي بي جي باش تعطيه دي سيبونسيون صعيب ياسر الوضعيه قلت لك انا عطيتك الخبر نتاع الاشكاليه في الليكيديتي في السيوله نتاع لا سي بي جي بالنسبه للخلاص نتاع لي زونوغير نتاع لي زاجون نتاعها ولي كادر نتاعها دونك هذه هي الوضعيه نتاع النجم الرياضي بالمتلوي وتقريبا وضعيه معناتها اللي موجوده من قبل لكن خلينا نقولوا انه اليوم وصلت للبوان دو نون روتور وصلت الى نقطه اللا رجوع اللا عوده انه فريق ما عندوش دي ليكيديتي ما عندوش معناتها دي زونتري دارجون كي سون فيكس الاحباء ما نتصورش انه باش ينجموا يديبلوك لا سيتياسيون ميم عن طريق معناتها تبرعات وذاك وضعيه صعيبه صعيبه ياسر والوضعيه في الحقيقه هي صعيبه تقريبا من الانتر سيزون وقت اللي فريق بقى ينتظر في المدرب محمد الكوكي على دانيال نيوز محمد كوكي لا ديسيدي دو بارتيغ للجولف ثم 11 جور افون ديماغا دي شامبيونا جاء المدرب هذايا وقت اللي جاء المدرب هذايا بيان سور ما يلقى على السوق الا فريمون دي جوار خلينا نقولوا ما هماش دو تري غروس بوانتور هذه هي تقريبا الوضعيه اللي صورتها وسامحني طبعا فيما يخص استعمال بعض المفردات يعطيك الصحه تفضل يعطيك الصحه شكرا لك حافظ طرابلسي
على كل المعلومات اللي افدتنا بها بخصوص نجم المتلوي. هكا نوصل لنهاية فير بلاي اليوم. شكرا منال ساسي في الاخراج، ادم المدبه في الاخراج الرقمي، شكرا محمد السعيدي من معهد الصحافه متربس معنا في قسم الرياضه في اكسبريس اف ام. اجمل تحيات، اسلام.